أمير منطقة الرياض يرعى جائزة التميز البحثي ومنح حوافز النشر العالمي بجامعة الإمام محمد بن سعود. الأمير مشعل بن ماجد يكرم 32 طالباً وطالبة في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم. وزير التعليم يؤكد على متابعة جاهزية مراكز رعاية المستفيدين وتفعيل خدمة تواصل الإلكترونية. وزير التعليم يعتمد قرار تكليف 14 سيدة من أعضاء هيئة التدريس للعمل وكيلات للجامعات لشؤون الطالبات. إدراج كتاب حياة في الإدارة للدكتور غازي القصيبي ضمن مادة المهارات الإدارية لطلاب التعليم الثانوي بدءاً من العام الدراسي المقبل.